صغير. السؤال الجاي هو السؤال الحاسم في المسابقة دي وفي الماتش ده، ركزوا كويس قوي، 10 درجات هنا أو 10 درجات هنا تحسم الماتش ونعرف مين الفايز ومين هيكون هو الأول في ماتش ما بين القاهرة والمنوفية. السؤال التاني في المعلومات العامة لمدرسة نبار هو، جاهزين للسؤال؟ وملك ركزي بقى معاهم، ماشي؟ انتي العبقرين والمعلومات العامة. يبلغ عدد طوابق البرج الأيقوني حوالي، معاكوا 4 اختيارات، 49، 59، 96 ولا 79 طابق؟ الوقت ابتدى، يلا يا ملك، الفريق بتاعك كله منتظرك، فكروا كويس بس للأسف معكوش ولا وسيلة مساعدة. طب عندي إجابة، اتفضلي. 49 طابق. فكرتوا وتشاورتوا؟ مين كان صاحب الإجابة دي، ملك ولا مين؟ ملك. طيب قبل ما أقول لكم الإجابة صح ولا غلط، البرج الأيقوني كمان بالمناسبة هو يعني تحفة معمارية من التحف اللي اتبنت في العاصمة الإدارية الجديدة. بناء طوله بيوصل لـ 400 متر تقريباً، موجود في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والحقيقة هيعمل نقلة في المعمار في العاصمة الإدارية الجديدة. عشان كده مهم إن احنا نفكر في السؤال دوت، وعشان كده اديتكم وقت وقلت لكم فكروا، وملك كانوا منتظرين يشوفوا هتقولي لهم ايه او هتساعديهم ازاي. لكن للاسف الاجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه هي 79 طابق، عدد طوابق البرج الايقوني في العاصمه الاداريه الجديده. نروح بقى مع حضراتكم لاخر سؤال في الماتش كله، واخر سؤال في المعلومات العامه لمدرسه سدود، وهو ايضا عن المعلومات العامه. والسؤال بيقول، الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة هم الشباب القادر على العمل، ده أول اختيار، الاختيار الثاني النساء العاملات في الدولة، الاختيار الثالث هم ذوي الهمم، والاختيار الرابع هو الأسر الأقل احتياجاً. دي الأربع اختيارات المتوفرة قدامكم، ومعاكم 30 ثانية والوقت ابتدى. الأسر الأقل احتياجاً. فكرتوا في الإجابة كويس؟ متأكدين؟ شاورتوا مع بعض وتعاونتوا؟ منا قالت الإجابة هي الأسر الأقل احتياجاً. عايزة أقول لحضراتكم قبل ما نجيب عن هذا السؤال إن مشروع حياة كريمة بالمناسبة هو من أهم المشروعات اللي قامت بيها الدولة المصرية. المشروع دوت بيهدف لتغيير حياة 60 مليون مواطن في الريف والحضر والمحافظات المختلفة، بيمدهم يعني مشروعات في مجال الصحة، مشروعات وخدمات في مجال التعليم، كل ما من شأنه أنه هو يوفر للمصريين حياة كريمة. المشروع دوت بيتكون من عدد من المراحل الحقيقة، وثلاث مراحل بيتم تنفيذهم في 3 سنوات، تحقق منهم الكثير لحد اللحظة دي. لكن مع أهمية هذا المشروع، فريق سدود كانت إجابته خاطئة. طيب نروح لمدرسة نبار، عندكم إجابة عن السؤال ده؟ عندنا. تفضلي. ذوي الهمم. ذوي الهمم. وفكرتوا وتشاورتوا؟ إجابة السؤال، الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة هم، مدرسة نبار قالوا ذوي الهمم، ودي إجابة صحيحة. كده وصلنا لنهاية الماتش، بفكركم بالنتيجة وبالنقط لحد دلوقتي. فريق نبار معاه 22 درجة بعد ما جاوبوا السؤال ده بطريقة صحيحة، خدوا نقطتين بعد ما كان النقاط بتاعتهم 20 درجة بس، دلوقتي معاهم 22 درجة. الفريق الآخر فريق سدود من محافظة المنوفية معاهم 25 درجة، رغم ان هم اجابوا عن السؤال الأخير طبعا إجابة خاطئة، لكن مازال عدد النقاط او رصيد النقاط بتاعهم هو اكتر، وبالتالي الفائز في هذا الماتش او في هذه المسابقة هو مدرسة سدود من محافظة المنوفية. طبعا انا بشكركم، الفريقين كان ادائهم ممتاز وهايل، وهنوا بعض يا جماعه، هي دي الروح الرياضيه والمنافسه الشريفه، وانتوا الاثنين كان ادائكم اكتر من رائع.
عايزة أشكر كمان حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رعاية وتنظيم مسابقة الأوائل اللي أتاحت الحقيقة لكل الطلبة المتميزين دول واللي لسه هنشوفهم على مدار حلقات البرنامج إن هم يكونوا متواجدين معانا ونشوف مدى التطور والتقدم اللي هم وصلوا له. نشوف حضراتكم في حلقة جديدة.